أنا أنتقل إحنا وإياكم مستمعينا الكرام للحديث في مفقرة الصحة، ومهم جدا كيف ممكن نتعامل مع المرضى السكر ومرضى السكري تحديدا في مسألة الوزن. الحديث أكثر في هذا الموضوع خبير التغذية العلاجية دكتور محمود الشيخ علي بن الأنا، خصوصا نستفيد أكثر ناخذ خبرة في هذا الموضوع. دكتور محمود السلام عليكم، يعطيك العافية. وعليكم السلام، وأسعد الله صباحك وصباح كل المستمعين الكرام. صباحك دكتور محمود، يعني حديثنا في موضوع المهم جدا خصوصا مرضى السكري، عفانا الله وإياكم أكيد، وبتمنى لهم كل السلامة الدائمة أكيد، كمرض ملازم ومزمن صاحب الإنسان، كيف ممكن عبر خبرتك دكتور محمود أنه تساعد الإخوة المواطنين اللي بيسمعونا الآن عبر البث المباشر وعبر برنامج نهار جديد تخفيف الوزن عند مرضى السكري من دون ما يسبب لهم أي أذى؟ طبعا اول شيء بالنسبه لمرض السكري، يعني كثير من الناس لما بيسمعوا السكري ولا بيسمعوا ضغط ولا بيسمعوا مثل هذه الامراض عندهم رهبه، وممكن يدخلوا في مرحله اكتئاب بالذات الناس الجداد وبيعرفوش شو راح ياكلوا، وبيدخلوا في متاهه ما بين يعني نصائح ممكن تكون مش صحيحه، ما بين الخوف من المستقبل تحديدا مرضى السكر. لكن انا صراحه يعني بدي اقول لكل الناس هذول، دائما تعاملوا مع هذه الامراض المزمنه كصديق، يعني لا تعادوا هذه الامراض. يعني مرض السكري هل له علاج؟ ممكن يتعالج ويشفى الانسان 100%، وهذا لازم احنا يكون عندنا يقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكل داء دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. لكن مش لازم انه انا اعاند المرض. ايش المقصود بعناد المرض؟ وانه المرض يكون عند الصديق. الان لو انا انسان معي سكر بدي ابدا اتعلم واتثقف كيف انه انا احافظ على مستوى السكر عندي، سواء من ناحيه غذائيه، سواء من ناحيه التزام بتناول الادويه اللي ممكن نصفها الى الطبيب، ولا اكابر انه لا انه مرض السكري يعني مش فارقه، وزي ما كثير بنسمع بناقص العمر عيشني اليوم موتني بكره. بالعكس، يعني ممكن يتحول او ربما يكون مرض السكري نعمه في بعض الاحيان، انه راح يهذب الانسان في طريقه تعامله مع الطعام الاخير. فلذلك يجب عدم معاداه مثل هذه الامراض، لانها امراض ممكن تتحول الى شرسه. يعني طول ما انا كمريض سكر معي باخذ النظام تبعي الغذائي وعايش حياه منيحه وبمارس الرياضه والى اخره، الكلام اللي راح نحكي عنه الان، راح يضل السكر عندي منتظم، وممكن يعني اعيش 40 50 سنه وانا معي سكر ولم تظهر اللي هي مضاعفات السكر. ولكن اذا انا بدي اعاند السكر واكل واخبص ويرفع السكر واغير الدواء واقلب من دواء لدواء ومن دكتور لدكتور ومن حبوب لانسولين الى اخره، الخاسر الوحيد في هذه المعركة هو الإنسان، هو الإنسان نفسه مش مرض السكر. لأنه مرض السكر في حد ذاته هو مش مشكلة، هو المشكلة هي مضاعفات مرض السكر، من مشاكل في الكلى ومشاكل في الأعصاب ومشاكل في القلب، ويعني صراحة مشاكل كثيرة ممكن الإنسان يعاني منها جراء عدم التزامه كمريض السكر. معظم الأدوية اللي المريض بياخدها في جزء كبير منها برفع الوزن، يعني باختصار شديد. الآن لما أنا باخد علاج للسكر أو حتى أنسولين، لما باخد جرعة العلاج إيش هو معظم الأدوية؟ طبعا بميكانيزمات مختلفة، وأنا بدي أحافظ على مستوى الجلوكوز في الدم أساس أنه الجلوكوز ما يرتفعش، سواء من خلال الميكانيزمات المختلفة للأدوية أو الأنسولين. الآن مثلا ناخد الأسوأ من الأدوية اللي هو الأنسولين. مثلا الانسولين انا باخذ جرعه، المفترض انه هاي الجرعه اللي انا بدي اخذها بدها تتناسب مع كميه الاكل اللي انا بدي اكله ونوع الاكل. لو انا اخذت نسبه انسولين وما اكلتش، ايش راح يصير في الدم؟ راح يصير عندي هبوط، راح ينحرق السكر، معناته راح اضطر انه انا اكل كميه كبيره، وممكن شويه شويه جرعه الانسولين ترتفع، وممكن يصير عندي العكس، انه انا اخذت كميه انسولين واكلت كميه اكل او اكل يحتوي على جلوكوز بكميه كبيره، راح يضل السكر مرتفع، وكذلك في الدواء. لذلك دائما احنا بننصح الناس، وعشان هيك بصير عندنا سمنه في مرضى السكر، لانه هو ما عندوش القدره على توازن التوازن ما بين العلاج والاكل. وهي المريض شويه شويه بصير عنده خبره، يعني دائما بنقول مريض السكر هو طبيب نفسه.
الآن لو أنا بدي أضل ألاحق الدواء، إنه أنا كل ما مثلا أخذت دواء ولقيت السكر عندي انحرق، طب بروح آكل، طب وبعد هيك راح يصير عندي سمنة ويصير عندي مقاومة الأنسولين للخلايا اللي بنسميه أنسولين ريزيستنس، بعد هيك ممكن ترتفع جرعة الدواء وهلم جرى. لذلك يجب على مريض السكر تحديدا دائما يصل للوزن الصحي، نكون وزنه مناسب، زائد انه لازم يمارس بعض مثل الرياضه، لو مشي من نص ساعه لساعه يوم بعد يوم او 3 مرات في الاسبوع. ليش؟ لانه هذا بيساعد على حفاظ على مستوى السكر في الجسم. لانه اذا مريض سكر وصار عنده سمنه، معناته صار في عنده، ممكن تصير عنده اعراض اخرى، ممكن يدخل في ضغط ويدخل مشاكل في القلب. طيب النظام الغذائي تبع مريض السكر، الناس بيفكروا انه مريض السكر يعني ممنوع ياكل، وهذا الكلام غير صحيح. يا جماعة، يا الناس اللي بيسمعونا من مرضانا مرضى السكر، أنت نظامك الغذائي اليومي مثله مثل النظام الغذائي للإنسان العادي. يعني أنا الآن لما بيجيني مريض سكر بده يعمل رجيم، بديله نفس النظام تبع الإنسان العادي مع بعض الاختلافات البسيطة. ليش؟ لأنه مريض السكر، لأنه الإنسان العادي يجب أنه يأكل أكل صحي عشان ما يصيرش معه سكر، والمريض السكر لازم ياكل اكل متوازن عشان يخفف السكر. يعني انا كانسان عادي ومريض السكر راح ناكل نفس الاكل، لازم انا كمان اكل اكل صحي، بمعنى انه الاكثار من تناول الشوكولاته والحلويات للانسان العادي ممنوع، حتى في الهرم الغذائي او في كل الانظمه الغذائيه الصحيحه عاده السكريات او السكر الابيض دائما لا يذكر لانه معروف باضراره، وهذا هي الكارثه اللي احنا ممكن تؤثر على الانسان. لذلك المريض السكر هو راح ياخذ غذاء متوازن، سواء من فواكه، سواء من خضار، سواء من لحوم، سواء من كربوهيدرات، ولكن هنا احنا بنبحث عن النوعيه، بمعنى انه بدل ما اكل خبز ابيض خلينا اكل خبز قمح، بدل ما اكل مثلا يعني رز بكميات كبيره ممكن اقلل كميه الرز، ممكن ادخل الفريك على الموضوع، بدل ما اكل فواكه بكميات كبيره ممكن اقلل، وممكن اختار نوعيه الفاكهه، الخضار ما فيش مشكله ممكن اكل خضار بكميات كبيره عادي، اللحوم برضه بدي احاول ان انا اقلل من نسبه الدسم ونسبه الدهون، الملح بدي اقلل برضه من كميه الملح بالاكل، بالنسبه للسكر بدي احاول ابحث عن بدائل السكر الموجوده بالطبيعه بالفواكه، او ممكن اخذها على شكل مثلا زي محلل الستيفيا اللي موجود عندنا اللي هو نبات الستيفيا اللي ممكن ياخذه مريض السكر بدون سعرات حراريه، وهناك بدائل كثيره، ولكن بيجي دور الانسان مريض السكر وان يبحث عن البدائل، ويا ريت الناس ما يحاولوش يخوفوا مريض السكر انه انت لا راح تنحرم من الاكل، بالعكس كل مرضى السكر اللي احنا بنتابعهم بيعيشوا حياه بسيطه وحياه عاديه جدا، وبياكلوا وبينبسطوا والسكر عندهم بينزل، منه بضعفه ومنه السكر بتحسن ومنه جهاز ما عنده بقوة، وبعض الحالات كانت بتاخذ انسولين، مجرد انها التزمت في النظام الغذائي شويه شويه قلت جرعه الانسولين، بعديها طبعا هذا باستشاره الطبيب المعالج، شويه شويه صاروا ياخذوا دواء، وفي حالات لا تاخذ ولا حبه دواء طبعا مع المتابعه مع الطبيب. لذلك القضيه بسيطه جدا، القضيه بحاجه الى اراده، بحاجه الى تنظيم غذائي صحيح سواء كمريض سكر او كانسان عادي. يعني الممنوع عن مريض السكر هو الممنوع عن الانسان العادي، يعني الاكلات المصنعه، طب الانسان العادي ليش ياكلها؟ المشروبات الغازيه الاكثار منها ليش الانسان العادي يشربها؟ الاكثار من تناول السكريات ليش الانسان العادي ياخذها؟ يعني عمليه التوازن هي عمليه مطلوبه سواء لمريض السكر، لمريض الضغط، لمريض القلب، لكل المرضى يجب على الانسان ان يعيش حياه صحيه وحياه تغذويه متوازنه، انطلاقا من قوله تعالى فلينظر الانسان الى طعامه. آخر شيء بوصي فيه مرضى السكر، من النباتات الممتازة جدا ممكن يتناولوها أو يشربوها أو تكون ضمن نظامهم اليومي بحيث أنه كمان تخفف عندهم مستوى السكر وتنظم لهم السكر، مشروب الحلبة مثلا، ورق الزيتون موجود، ورق الزيتون في كل مكان، الكركم العيدان ممكن نغليه ونشربه، نبات الهندباء من النباتات الرائعة المفيدة جدا لمرضى السكر وتعتبر مدر لطيف للبول،
ايضا القرفه تعتبر من النباتات المفيده لمرضى السكر. يعني هذه الشاي الاخضر، هاي النباتات ممكن ندخلها احنا ضمن مشروباتنا اليوميه بحيث انه احنا نستفيد ونحاول انه نعمل على توازن في مستوى السكر. كمان نركز على تناول الخل الطبيعي لمرضى السكر، كثير ممتاز. تناول الملفوف والزهره من الخضروات، يعتبر من الخضروات التي لها مفعول رائع في تخفيض مستوى السكر المرتفع. نعم، مشكور جزيل الشكر خبير التغذيه الغذائيه. شكرا دكتور، شكرا كثير لحضرتك.